مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء حارة نسبيا، وصلت درجة الحرارة في العاصمة عمان لا 33 درجة مئوية. هاي الليلة رح تكون الأجواء صافية في العديد من المناطق، رح توصل درجات الحرارة في عمان 22 درجة ونسبة الرطوبة 28%. غدا نهارا رح ترتفع درجات الحرارة، رح تسجل مع ساعات النهار 32، باللي رح تنخفض ل 22 درجة. أما يوم الخميس ويوم الجمعة رح تكون الأجواء حارة مع ساعات النهار رح تسجل 33، باللي رح تنخفض ل 22، مع استمرار الأجواء لطيفة مع ساعات الليل. وهلا رح نستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية. البداية رح تكون من شمال المملكة، جرش 22، غدا 35، إربد 21، غدا 34، عجلون 20، وغدا 32. المفرق 21، غدا 36، الزرقاء 24، وغدا 36، وأجواء شديدة الحرارة. مطار ملكة علياء والسلطة مادبة 22، أجواء لطيفة هاي الليلة، وغدا 34، وأجواء شديدة الحرارة. البحر الميت 28، غدا 43، أجواء شديدة الحرارة في البحر الميت، ننصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس. معان 24 وغدا 36. مدينة العقبة 29، غدا 44، أجواء شديدة الحرارة ومغبرة. رويشة 25 وغدا 41. ملخص الطقس خلال الأيام القادمة، أجواء حارة ورياح نشطة السرعة خاصة في المناطق الجنوبية، ارتفاع درجات الحرارة غدا نهارا وطقس لطيف وصافي ليلا. وهلا رح ننتقل لدرجات الحرارة لمدن ودول حول العالم.